كانت والدتي موجودة في هذا المكان. بالعكس أنا أول كنت ما أعرف يعني أنها موجودة، فهي من المفاجآت هذه في المباراة. بالعكس هذا شيء أنا أقول إن الله كرمنا فيه، وهذه من أحلى الأشياء اللي كانت في المباراة اللي عرفت إن حتى والدتي جاي تعزرنا. أنا لعبت نهائي 2015 ضد صور في هذا الملعب، كانت مباراة نهائية بين شقيقين ديربي في نفس الوقت، وطلعنا احنا فوزنا 2-0 وكان نهائي عظيم. كان فريق فيه نجوم، 6 إلى 7 لاعبين كنا في المنتخب، قبلها بأسبوع متوجين بالدوري. بالعكس كنا متفائلين، التفاعل كان موجود لدى الجمهور، لدى الشارع الرياضي بأكمله، العرباوي، حتى الناس من برا اللي يشجعون هذه العروبة. قدرنا ان احنا نحصد هذه النهاية، بالعكس ما جات من مصادفة، مثل ما قلنا احنا سابقا ان في نجوم، في كان قبلها بأسبوع احنا متوجين بالدوري، فهذه جمعناها الثنائية بالكاس والدوري. الحلو انه كان نهائي بين فريقين دربي في نفس الولاية. بالعكس انت يوم حتى في بيتك يعني، بالعكس يعني التحديات صايرة حتى بين الأهل في البيوت كذي يعني، غير ان الخارج يوم تطلع في الشارع في الأسواق تحصل الكبير والصغير يسألك عن اي مباراة، ايش اللي بتقدمه، نريد الكاس، نريد كذا. بالعكس كان نهائي يعني قبل عن اللعب هني كان برا بين في اعلام في كذي يعني، فكان ندية بالعكس برا قبل عن تكون في يوم المباراة بالأخص. الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت انت تعايشنا برا وتعايشنا في ارضية الملعب، بالعكس هذا ترجم لنا احنا افضلية وفزنا بالكاس. اولا بالعكس الادارة ولد ساعات انها هي يعني مثل ما قلنا احنا الادارة حطت اهدافها في الموسم ذاك بحكم النجوم اللي موجودين في الفريق، ان يكونوا في توامة بين الدوري والكاس. حصلنا على الدوري، قالوا لنا باقي الكاس. بالعكس هم مشحنوا الفريق، بالعكس الفريق كان فيه لاعبين دوليين كثيرين، هم تحملوا المسؤوليه اكثر، هم كانوا بالعكس لهم الرغبه اكثر ما كانت الاداره. ذي مما سهل على الاداره ان هي بالعكس تكون شغلها يكون خفيف، بالاضافه الى دعم الشباب بيننا احنا وبعضنا، ان نكون احنا ما نطلع من هذه البطوله ذي ما تطلع من يادينا. بالعكس احنا كنا حتى بين بعضنا البعض ان احنا ما نخسر هذه أي الكاس، مثل ما خبرتك احنا كنا في هدف الاداره ان احنا نكون نحصل على الدوري والكاس. الحمد لله رب العالمين الله كرمنا في هذه المباراه وحصلنا على الدوري والكاس. الله 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 ذكريات ال 93 تلوح في الافق الان، وهدف سعيد الفارسي العروبه يفكر في تكرار ذلك السيناريو. شوف احنا اول بالعكس احنا الاحاديث انا مخبرتك بشكل عام هي موجوده بيننا احنا كلاعبين، ولكن انت تعرف لازم يكون في الغرفة عندك لاعب دائما هذا يكون معي، اللي هو أنا أكون غالب دفاع يمين هو يكون يميني، هو سعد سويد. بالعكس كانت الأحاديث إن بطولة يعني، بالعكس حنصور شايفيني يعني، بالعكس هذيل الناس حنعرفهم. بالعكس هني شديت مناظره وهو شد مناظري نفس الشيء، هذي كانت أساس إن حن نطلع من جوه، مثل ما خبرتك إن المباراة بتكون مباراة جماهيرية، مباراة حلوة. بالعكس نبعد عنا الشحن، في النهاية احنا نقدم اللي احنا نبغاه. بالعكس قلنا احنا لازم هذه بطولتنا، انت ما تعرف اليوم باكر وفي ناديك، انت ممكن ما تكون في ناديك، بس كانت فرصة ان احنا نحصد بطولة الكاس وفي ناديك. شوف انا من نوع الحمد لله رب العالمين التوتر ما بعندي يعني، بالعكس مباريات احب مثل هذه المباريات، احب مثل هذا التحدي. يمكن انت ما تعرف في مفارقه انا بخبرك اياها الحين. 2004 انا اول مباراه العب مع فريق الاول سنه 2004 وكانت ضد صور، سبحان الله الحمد لله رب العالمين فزنا 2. وايد اتفائل بهن مباريات صور، بالعكس ما بعشان انه ايا كان، بس احس عمري انني بقدم اكثر ما عندي يعني، بالعكس بكون زين في هذه المباراه بحكم انني بدايتي كانت ضد صور. الحمد لله اتفائل بهن مثل هذه المباريات حتى لو خسرت، ولكن اعرف انني بقدم كل ما عندي الحمد لله رب العالمين. هذا التوتر ما بعندي يعني، بالعكس نمت نوم عادي يعني، وبالعكس وفي المباراة الحمد لله رب العالمين. أول ما دخلنا الملعب سبحان الله الجمهور كان متروس، وجالسين الناس تترس المجمع،
أنا كنت موجود هنا وعندي كم من لاعب، فحد اتصل على حد من الأشخاص قال أعطيني أحمد، الله يذكره بالخير، هذا لاعب كان منتخب الإمارات أخوه اسماعيل المطر سمي ياسر المطر، قال أعطيني يا كلمة، قال لي فكلمني يقول لي أشوفك خايف، قلت له هذا ما بنهاية إلا ولا لعباني ثاني نهاية، والحمد لله رب العالمين ما بخايف، وبعدين أنت اليوم بترقص برا بعد مباراة، الحمد لله رب العالمين. يا لها من فرحة، مبروك، ألف مبروك للاعبين، للجماهير، للإدارة، لكل منتسبين النادي الكبير. الشيء الجميل في المباراة كانت والدتي موجودة في هذا المكان، بالعكس أنا أول كنت ما أعرف يعني أنها موجودة، فهي من المفاجآت هذه في المباراة، بالعكس هذا شيء أنا أقول إن الله كرمنا فيه، بالعكس أنا رغم أني ما أعرف أنها هي موجودة، فمن ضمن الصور بعد المباراة أنا حصلت هي موجودة مع الجمهور مع الفرقة مع كيب متوشحة بالعلم الأخضر، وهذه من أحلى، بالعكس هي من أحلى يعني الأشياء اللي كانت في المباراة اللي عرفت الثاني بعد المباراة بالفرحة، أن حتى والدتي جاي تعزرنا الحمد لله رب العالمين، والله يعطيها الصحة والعافية. صراحة أول ما دخلنا، طبعاً إحنا دخلنا من هناك، بالعكس أول ما دخلنا يعني شدني الانتباه على طول، إحنا نلف وتعرف أنت الصافرات، تفاعل الجماهير، مدرج صور كان هني في الجهة، مدرج العروبة كان هني، بالعكس كلهن ماليات الملعب والإعلام، وأول ما شدني الانتباه شدني إنه ما شاء الله يعني رغم إن المدرجات متروسة أيضاً اليبل ما خلى من الجمهور، وهذا بالعكس هذا ندل على انه يقول لك ان بالعكس الناس شغوفه، ناس تحب الكوره، ناس جاي نهائي، لان بالعكس النهائي كان حاضرين يعني ناس حتى ما من صور بس، فعشان كي بالعكس كانت يعني شعور يعني ما يوصف، لان ما سبحان الله هذه الفترات ما تجيك دائما، هذا شعوري بالعكس اعطاني اكثريه في الملعب كثير اريحيه، يعني اليوم انت يوم يجوا ذيلا الناس جايين عشان من عشانك انت وعشان يشوفوا اداك، هذا شيء طبيعي يعطيك مؤشر انك انت اليوم ما تخذل اي جمهور، والعكس الحمد لله رب العالمين ما خذلناهم، بالعكس وطلعت مباراه غير ذي من اشقانا نادي صور بروح رياضيه عظيمه، وهذا اللي متعودين عليه اخواننا ان شاء الله، وبالعكس هم في المرات الجايه تتوجوا بالكاس الحمد لله رب العالمين، بالعكس انا الاجواء ذي يعني الأجواء هذه أنا ما أنساها في ذاكرتي سبحان الله راسخة، رغم أن لعبت نهائيات بعدها بس مثل هذه النهائي أنا ما لعبت صراحة. أول بداية المباراة بالعكس إحنا كانت توجيهاتنا إحنا كالعادة إحنا في سيستم المدرب إن إحنا ما نضغط فوق، نكون على منتصف الملعب ونستحوذ أكثر تكون الكورة معنا، بالعكس إحنا إذا ترجمناه في أول 20 دقيقة كانت الكورة وايد معنا استحواذ، كنا نمشي كورة لين ما نحصل ثغرة عشان في نفس الوقت إن إحنا ندخل في جو المباراة، الحمد لله رب العالمين في أول 20 دقيقة إحنا وايد كنا ممتلكين الكرة مثل ما خبرتك استحواذ عندنا، وإلين الدقيقة 17 أظن إن 18 إذا ما خانتني الذاكرة جات ركنيتين قبل، الركنية الأولى ضاعت، الركنية الثانية هي اللي تسجلت فيها، معناته إن إحنا كنا نلعب في ملعب نادي صور، الحمد لله رب العالمين لعبها سعد سهيل وترجمها عيد الفارسي الهدف الأول، فرحتي في الجول قبل أكثر من ما أروح أرقص معهم، فأنا بالعكس أنا تقدمت لهناك عيد وحييته، فلذلك بالعكس هي أنا جلست في هذا الصوب وعيد روحوا عند ما عند الجمهور عند المدرب هنا، فالحمد لله رب العالمين هذا أكثر شيء يعني أصلا فرحني في المباراة يعني. العروبة واحد البارد يأتي من الابتسامة الأولى، يا لها من لحظات، يا له من جنون، الله على سعد. شوف احنا متعودين يعني مع المدرب الله يذكره بالخير فيليب بروفيشنال يعني احترافي لأبعد الحدود، يعني ما حد يدخل إداري في الملعب لأن في غرفة الملابس سواء بين شوطين أو قبل، فهو بيكون هو بس وحن كلاعبين، بالعكس عطانا إضافات، تكلم عن نقاط
نقاط هي نكون احنا فيها ايجابيين اكثر، لان احنا كنا ايجابيين في المباراه في الشوط الاول بالذات. قال انه هو يعني احنا النادي صور لازم بيبحث عن الهدف، لازم نكون مركزين، لازم نكون احنا يعني سباقين. فلذلك احنا اول ربع ساعه لازم نستغل هذه اول ربع ساعه. الحمد لله رب العالمين، احنا بالعكس استغلناها افضل استغلال، بحكم ان احنا بعد ما دخلنا الملعب جلسنا احنا بروحنا كلاعبين 11 لاعب، قلنا ان احنا لازم نكون مركزين في هذه الربع ساعه، اذا قدرنا نسجل كان بها، ما قدرنا نسجل ما يتسجل علينا. فبالعكس جات المجريات على ما كنا المدرب اللي طلبه وحن كلاعبين اللي احنا رغبانين فيه. فعلا ركزنا في البدايه اول دقيقتين ثلاث دقائق سجلنا الهدف الثاني، هني المباراه يعني بالعكس يعني تقول المباراه خلاص ملكناها احنا، احنا قادرين ان احنا اليوم نفرح الجمهور، قادرين ان احنا نشيل الكاس. بس باقيات عندنا قلت لك لين 42 دقيقة تقريبا، قلنا بنمسك فيها. فعلا استوى علينا ضغط، استوى علينا من بعد ما سجلنا الهدفين مشيناها المباراة. بعد الهدف الثاني ربع ساعة 20 دقيقة صار علينا ضغط، بالعكس تمينا نتكلم احنا والمدافعين، انا وناصر الشملي، عندي سعد سويد، عندنا حسن مظفر كابتن القائد الغني عن التعريف. قدرنا احنا نمشي المباراه، صح صار علينا ضغوطات ولكن احنا كنا متماسكين، وكان حارسنا رياض بالعكس كان متالق وكان نجم المباراه. الحمد لله رب العالمين مع اخواني اللاعبين كانوا نجوم. وبالعكس هذه النهايه يعني نهايه يعني ما يطلع من الذاكره، بكل حذافير بكل دقيقه لعبناها فيها، قبل المعسكر في المعسكر قبل المعسكر في الاسبوع ذاك الكامل كيف كان تحضيرنا. بالعكس كان والله يعني هي هذه الشيء الوحيد اللي راسخ في حياتي الكرويه اللي هي مباراه النهائي ضد صور. الحمد لله رب العالمين. رحت اجيب بنتي كانت في هذا المكان، استلمتها من فوق، سبحان الله يعني في نهايات لعبتن ما يجيب التاني فخسرتن، يعني انا يمكن اربع نهايات لاعب. هي طبعا هي اصلا من 2008 ما موجوده، 2015 كانت موجوده، 2017 كانت موجوده، 2020 21 تقريبا اذا ما خانتني الذاكره كانت موجوده، ولكن انا ما حضرت عندي. بس بامان يعني هي ما حضرت، هي كانت الكبيره اللي هي عليا، الحين عمرها 10 سنوات 11 سنة تقريبا، 10-11 سنة. بس هي يوم جبتها هني كانت صغيرة وايد، بس بالعكس يعني يوم جبتها جبت البطولة.